بحالة هايبر ميتابوليك ستيت، يحتاج هو أصلا الجسم يحتاج أكثر من الحاجة الطبيعية، فهو حتى لو الأوتبوت نورمال وماكو شوك المفروض هو بحالة الشوك، لأنه هو يحتاج أكثر من الطبيعي. فشكو هاي أوتبوت هارت فيلر، هاي يعني هاي أوتبوت كارديوجينيك شوك هنا. لذلك إحنا قلنا هي كومبينيشن أوف هايبوفوليميك كارديوجينيك ديستريبيوتيف هاي أوتبوت هارت فيلر، ما يلحق الهارت حتى لو الأوتبوت ما تعالي، بس النيد أكبر من الحالة الطبيعية. زين هاي الهايبوفوليميك شوك، بس ثواني، هاي الهايبر ثايرويدزم. زين الهايبو شي يسويك شوك ستيت سيميلر تو ذات اوف نيوروجينيك شوك دو تو شن ديكريز فاسكولار اند كارديك ريسبونسيفنس تو سيركيليتنج كاتيكولامين. الثايرويد هرمون واحد من الفانكشنز مالته انه يزود شلون الكورتيزول يزود السنسيتيفيتي اوف كاتيكولامينز يعني مال التشوز. فمن اكو هايبوثايرويدزم يعني الهارت والفيزل ما جاي تستجيب للكاتيكولامين اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين، فما يصير بيها فازو كونستركشن على مستوى الفيزل وما يصير تاكيكارديا على مستوى الهارت. يعني اكو شكو اكو بريديكارديا بالنسبه للهارت، لو اينوتروبي الكونتراكتلتي مال هارت اقل، وبالتالي شنو يقل الكارديك عارف. إذن الهايبوثايرويدزم تأثر على الهارت، شو تسوي لك بريديكارديا معروفة الهايبوثايرويدزم بريديكارديا وكونتراكتلتي مال هارت، إذن هي سوت لك هم نوعا ما سوت لك كارديوجينيك شوك بهالطريقة، وسوت لك كأنه نيوروجينيك هم. ليش؟ لأنه شوف سمعت تو ذاته في نيوروجينيك شوك. ليش؟ لأنه disordered vascular and cardiac response to catecholamine. الفيزل ما تستجيب للكاتيكول، يعني ما يصير بيها فازو كونستركشن، يعني شنو ينخفض الضغط بهالطريقة. مع العلم انه الهايبوثايرويدزم يسوي لك دايستوليك هايبرتنشن، دايستوليك هايبرتنشن يعني هاي التناقض بالموضوع، هو يسوي دايستوليك هايبرتنشن بس بالسيستول لا اكو هايبوتنشن. زين هاي ما لنا علاقة بيها، ما ندوخ راسنا. إذن هسه الهايبوثايرويدزم شلون تسوي لك شوك؟ تأثر على الهارت، تسوي لك بريديكارديا وتقلل لو اينوتروبي يعني الكونتراكتلتي مالت الهارت تقل، والفيزل تقل الريسبونس مالتها للكاتيكولامين. وبنفس الوقت الهايبوثايرويدزم شافوا انه ممكن يسوي كارديومايوباثي وترجع على كارديوجينيك شوك. لذلك الاندوكراين هو مو شيء سبيسيفيك، ممكن يجي كارديوجينيك، يجي هايبوفوليميك، يجي ديستريبيوتيف شوك. زين بعد شنو هسه هايبر وهايبو يسوون شوك؟ ادرينال. هسه قبل شوي احنا قلنا شوف الادرينال شلون تفيدني بالشوك، تعطيني الدوستيرون، تعطيني كاتيكولامين، تعطيني كورتيزول، اذا هي بيها انسفيشنسي تصير شوك، ليد تو شوك دو تو شنو هايبوفوليميا and poor response to circulating and exogenous. شلون راح اسوي لك؟ انا اقول لك الادرينال سفيشنسي، اذا اكو ادرينال سفيشنسي اكو يعني نقصان بالالدوستيرون، واذا اكو نقصان بالالدوستيرون شنو يقلل الصوديوم ان ووتر ري ابزوربشن، صح ولا؟ اذا قل الصوديوم ان ووتر ري ابزوربشن يعني شنو شي يصير؟ هايبوفوليميا، يقلل البلاد فوليوم لانه ما يصير ري ابزوربشن ويرجع هايبوفوليميا. هاي وحده، ولانه الكورتيزول قلل الكورتيزول، وقلنا وظيفة الكورتيزول يزود السنسيتيفيتي تو كاتيكول امان، فقلل الكورتيزول شي يصير poor response to كاتيكول امان. إذن الادرينال انسفيشنسي سوى هايبوفوليميا لنقصان الالدوستيرون، وبسبب نقصان الكورتيزول يصير يقلل الريسبونس تو كاتيكول امان. زين الادرينال انسفيشنسي مرات بري اكزيست، مثلا هو عنده اديسون ديزيز اللي هي ادرينال انسفيشنسي، اور بي ريلاتيفلي due to شنو pathological disease such as systemic sepsis. مرات لا هو ما بيشيل ادرينال، بس اثناء الشوك اثناء السبتسيميا بالتحديد يصير عنده، اذا تتذكرون اخذناها ووتر هاوس فريدريكسون سيندروم، السبتسيميا تسوي دامج للادرينال جلاند ويصير عندها اكيوت ادرينال انسفيشنسي، توها تصير اثناء الشوك تصير اكيوت، وحتى يصير اديسونيون كرايسيس مثلا مرات عندهم دايركت دامج بالسبسز، او هو مثلا عنده اديسون ديزيز
فصير عنده هايبوفوليميا وافتهمنا الاندوكراين. الديستريبيوتيف مثل ما قلنا هاي الديستريبيوتيف هي ليش سموها ديستريبيوتيف؟ لان راح تختلف هاي الديستريبيوتيف الساين والسيمتوم مالتها شويه اكو بيها اختلاف عن الشوكات اللي راحن. يقول لك describe the pattern of cardiovascular response characterizing a variety of conditions. شنو عندك؟ يا هي septic shock, anaphylactic shock, neurogenic shock. الحكي العام هذول شنو فرقهم؟ انه بالseptic shock وبالanaphylactic shock وبالneurogenic ماكو vasoconstriction. قبل شوي حكيناها ماكو vasoconstriction, يعني ماكو. ليش ماكو؟ هسه راح نشوف. is accompanied by vascular dilatation and hypotension. هذول هم انت عندك بالسبتيسيميا دائما بسبب generalized inflammatory response اكو vasodilatation, وبالانافلاكتيك شوك يعني اكو هستامين ريليس, والهستامين شي يسوي لك vasodilatation. وبالنيوروجينيك شوك يعني ماكو نيوروجينيك, يعني ماكو sympathetic nervous system. اذا ماكو sympathetic يعني شي يصير vasodilatation. يعني ليش سماها ديستريبيوتيف؟ لانه هاي الشوك اللي ما يقدر الجسم يسوي فازو كونستركشن اكو فازو دايليتيشن. واحنا نعرف انه الفازو دايليتيشن شي يسوي لك هايبوتنشن, هايبوتنشن ويسوي بعد شغله الفازو دايليتيشن يسوي ايديما. اذا هنا ذولي ليش صار عندهم شوك جماعه السبتيك والانافلاكتيك والنيوروجينيك؟ It is due to شنو؟ due to vasodilation. ما بيها vasoconstriction, vasodilation. والvasodilation سوى لي hypotension, خفض لي الضغط وصار شوك وسوى ايديما, يعني طلع البلاد منين؟ من البلاد فيزل. هاي هي neurogenic, anaphylactic, septic. اذا inadequate perfusion by بسبب شنو؟ vascular vasodilation والhypotension. ولو resistant, resistance قليلة, يعني هي vasodilation يعني low resistance. وإذا قليل الريزيستنس يعني الأفتر لود قليل, وأبنورمالي هاي كار هو هاي كاردياك أوتبوت بس شنو ما يلحق إذا كل الفيزلز بيها فازودايليتيشن وأكو هاي بوتنشن. الهارت ما يلحق حتى لو هو كان هاي أوتبوت هارت وكاردياك أوتبوت بس ما يلحق لأن كل الفيزلز مفتوحات كلها فازودايليتيشن, يعني ما يلحق الهارت هاي كاردياك أوتبوت لكن هو بحالة شوك. إذن الديستريبيوتيف هي الشوك اللي ما بيها الكلاسيكال ساين مال الشوك لأن ما بيها فازو كونستركشن أكو فازو دايليتيشن. الشوك بسبب الانفلاميشن, انفلاميشن سبب فازو دايليتيشن, والسبتيك والأنافلاكتيك هستامين والنيوروجينيك نقصان الكاتيكول وذني. إن أنافلاكسيك أكو فازو دايليتيشن دوتو هستامين. نيوروجينيك شوك مين تجي؟ سبينال كورد انجري للسبينال كورد فالسمباثيتك اوت فلو يقل, وبالتالي ان ادكود فاسكولار تون, التون مال فيزل يعني ماكو فاسكولار فازو كونستركشن بعد كله فازو دايليتيشن, تون يقل. وبالسبتيك شوك ريليس اوف شنو؟ الاندوتوكسين. هاي البكتيريا مو تعطي اندوتوكسين, والاندوتوكسين شيء اذا تتذكروا بمحاضره التوكسين توكسيوجينيسيس راح نشرحها بالتفصيل. السبتيك شوك يصير يفعل لك السيلولار والهيومرال الاميون سيستم. عنده سبتسيميا تفعل لك يسوي لك جنرالايز انفلاماتوري ريسبونس سيلولار هيومرال كومبوننت. فشي يصير مال ديستريبيوشن اوف بلاد فلو ات ذا مايكروفاسكولار ليفل وذ اتريو فينس شنتنج اند ديسفانكشن اوف. هسه راح ناخذ احنا بعدين هو راح يصير فازو دايليتيشن, ما راح يتوزع البلاد بصوره صحيحه لانه هو المفروض انا اكو فازو كونستركشن حتى ارجع الضغط طبيعي, وهمينا حتى أنا ليش أسوي فازو كونستركشن عادة بحالة الشوك. أنا أسوي فازو كونستركشن حتى رجع ضغط طبيعي هاي وحدة, وهمينا أسوي أنقل الدم من الأعضاء اللي ما تحتاج بلد هواي إلى الأعضاء اللي تحتاج بلد هواي. يعني أنا أسوي فازو كونستركشن بالسكين مثلا لأن السكين هسه أنا بحالة الشوك أريد أوصل بلد فلو للسكين, لا أريد أوصل للهارت أو أوصل للبرين أوصل للكيدني. فأنا عادة بالشوك من أسوي فازو كونستركشن أسوي بالسكين أسوي بالجي آي تي ذني يتحملون حتى لو أقلل البلد فلو إلهن بالفازو كونستركشن, بس أسوي شنتنج للأورغانز الأهم. لكن بذني الثلاثة ما راح يصير هالشي, راح يصير جنرالايز فازو دايليتيشن يعني أكو شنو مال ديستريبيوشن. شوف
مع الـ distribution of blood. الـ blood مدى يتوزع للأورغان اللي تحتاجه أكثر شيء، وأنه ما يروح حتى للأورغانز اللي ما تحتاجه، يروح للسكين للجايتي اللي هي ما تحتاجه بقدر ذا النيتش. فأكو مال distribution وأكو atriovenous shunting، يعني قبل الـ blood يروح بسبب الـ vasodilatation قبل يروح للفين، و dysfunction بالutilization of oxygen. إذا سموها distributive لأنه بيها vasodilatation not vasoconstriction. وعرفنا تأثير vasodilatation مو بس hypotension وإديما، بعد أكو تأثير ثالث اللي هو mal distribution. لذلك سماها distributive shock بسبب mal distribution، يعني التوزيع الخاطئ للدم. الدم ما دا يروح للvital organs، دا يروح للless important organs. زين شنو ان الكلينيكال فيتشرز اللي نشوفها بالشوك؟ هاي جنرال، بس ترى هي ان جنرال، بس راح نشوف انه اكو شوك معينه مثلا ما بيها هاي سان سيمتوم او بيها سان سيمتوم اضافي، بس ان جنرال الشوك بيها تاكيكارديا قلنا حتى نحفظهن. على مستوى الهارت اكو تاكيكارديا، على مستوى الريسبيراتوري اكو تكيبنيه واير هانجر، يعني بس يريد هواء ما عنده اكسجين، تكيكارديا وتكيبنيه. هاي وحده تكيكارديا وتكيبنيه. زين تكيكارديا تكيبنيه. زين تفعل السمباثيتك. من يتفعل السمباثيتك شي يصير؟ قلنا يصير عاده من يتفعل السمباثيتك نيرف سيستم شي يصير؟ يسوي فازو كونستركشن حتى يرجع الضغط، وقلنا السكين عاده يصير بالفازو كونستركشن. هاي شوك ان جنرال، مو بذني ذني ديستريبيوتيف، قلنا ذني واحد، لان هاي ما يصير بها الفازو كونستركشن. فبسبب الفازو كونستركشن السكين ما جاي يوصل له بلاد، شي يصير بي كولد السكين يكون كولد. زين الضغط منخفض لانه بلاد بريشر قليل، سويتي بسبب هم السمباثيتك، ريستلسنس يعني شيء يكون يعني عنده انكزايتي وما يقدر، يعني ستريس بحاله ستريس. وأوليجيوريا كولابس فين، طبعا احنا اكيد أوليجيوريا يقل اليورين اوتبوت. ليش يقل اليورين اوتبوت؟ فسرناها ثلاث ميكانيزم حكيناها ليش يقل اليورين أوليجيوريا. اذا هو حاله تاكيكارديا تاكيبنيا اير هانجر، هاي سوى السكن كولد وسويتي، وبعد تقدر تضيف له بيل عاده يكون زين، ممكن اي بيل وكولد وشي يكون بعد بيل وكولد وعنده هايبوتنشن واليون اوتبوت اوليجيوريا وكولابس فين. يعني هاي انت تقدر تفسد اذا افهمها سيستم الكارديوفاسكولار شي يصير بي تاكيكارديا وذني، الريسبيراتوري شي يصير بي، الكيدني شي يصير بي، السكن شي يصير بي، ما تنساها خذها سيستم ما حتنسي. بالليت ستيج يدخل بحالة سيانوسز بسبب الهايبوكسية، أنيوري اليورين أوتبوت يوقف نهائيا، سيانوسز وأنيوري، ويدخل بجوندس، يبدي حتى ليفر فيلر، يصير عنده ليفر فيلر فيصير جوندس، دراوزينيس، يعني حتى يقترب من يكون بحالة كوما. السي ان اس بلد فلو يقل فيصير دراوزي. إذن هن ذني لازم تعرف شنو هي الليت فيتشر سيانوسز انيوريا جوندس دراوزينس. زين السيفيريتي اور ديجريز اوف شوك، هسه انا شلون اعرف هذا الشوك بيا حاله؟ هل هي كومبنسيتد يعني بعدها بالبدايه كومبنسيتد يعني معوضه، هل هي مايلد هل هي مودريت؟ حسب بالكومبنسيتد شوك ايش عندي؟ عندي بس شغلتين، البلس ريت مايلد انكريس يعني عنده مايلد تاكيكارديا وعنده مايلد لاكتيك اسيدوسيس. الكومبنسيتد اللي هي توه ايرلي ستيج عنده بس مايلد انكريس بالبلس يعني مايلد تاكيكارديا ومايلد لاكتيك اسيدوسيس، الباقي نورمال، اليورين اوتبوت نورمال، كونشس ليفل نورمال، ريسبيراتوري نورمال، والبلس والبلد بريشر نورمال. هاي بالكومبنسيتد مايلد لاكتيك اسيدوسيس ومايلد تاكيكارديا وريستلسنس عنده وياها، يعني مثل ما قلنا يكون عنده ستريس شويه. هاي بالكومبنسيتد. المايلد شوك لا، اللاكتيك اسيدوسيس هم مايلد، بس شنو البلس نقول عليه انكريست، تاكيكارديا وتاكيبنيه.
يصير عنده تكي كارديا وشوية تكي ينضعف هسه التكيبنية، تكي كارديا ونضعف لها التكيبنية وشوية انزايتي قلق وخوف وهاي، بس اليورين اوتبوت والبلاد بريشر نورمال، ذول اليورين اوتبوت والبلاد والبلاد بريشر ذول بالاخير يلا يتغيرون. اخر شيء هسه بالكومبنسيتد عنده مايلد تكي كارديا ومايلد لاكتيك اسيدوسز والباقي نورمال. بالمايلد شوك عنده لا، عنده تكي كارديا وتكيبنية، مايلد لاكتيك اسيدوسز ومايلد انكزايتي الباقي نورمال. بالمودريت لا، راح يصير سيجنيفيكنت لاكتيك اسيدوسز، سيجنيفيكنت لاكتيك اسيدوسز اكيد تكي كارديا واكيد تكيبنية، لكن تبدي شنو هنا يبدي يتاثر اليورين اوتبوت والبلاد بريشر، يقل اليورين اوتبوت ريديوس، ويبدي البلاد بريشر يقل هايبوتنشن ويكون دراوزي، يعني يقترب من يكون بحاله كوما يدوخ وهاي. اذا المودريت اكو سيجنيفيكنت لاكتيك اسيدوسز واكو تكي كارديا وتكيبنية اعتيادي دراوزي، ويبدي اليورين اوتبوت والبلاد بريشر يقلن ريديوس يورين اوتبوت وهايبوتنشن. بالسيفير لا، هاي صارت سيفير لاكتيك اسيدوسز والتكي كارديا سيفير تكي كارديا والري والريسبيراتوري والتكيبنية كلش سيفير، يكون جاسبينج فور اير يختنق يعني هيك بس يريد اير، وككونشيس يكون دخل بحالة كوما خلص فقد الوعي. اما اليورين اوتبوت فهو نهائيا ينتهي، وسيفير هايبوتنشن بالتدريج. بالمودريت وبالسيفير يلا يتاثر عن اليورين اوتبوت ويتاثر بالبلاد بريشر. بالمودريت اكو ريدكشن باليورين اوتبوت اوليجيوريا وهايبوتنشن مايل، بالسيفير لا انيوريا نهائيا وكل السيفير هايبوتنشن. هي سهله بسيطه، لازم تعرفوها كلش مهمه، انه اذا اجاك مثلا طاق هاي سان سمتم وقال لك هذا المريض بيا حال الشوك، هل هو compensated، هل هو mild، هل هو moderate، واتوقع سهلة وبسيطة ما بيش. investigation شو سوي investigation لشخص في حال الشوك؟ اكو essential واكو additive. الessential هي هسه اللي هسه ذني سان سمتم اللي حكينا، blood pressure monitoring، pulse rate monitoring، respiratory rate، ECG، urine output، والpulse oximetry هن ذني الضغط البولس، اي سي جي، ريسبيراتوري ريت مالته. اللي هو الاديتيف يعني اشياء اضافيه، سنترال فينوس بريشر، هم طرق لقياس البريشر سنترال فينوس بريشر زين، هاي اكثر شيء بحالات الكارديوجينيك شوك. بالكارديوجينيك شوك اذا تتذكرون قلنا يصير عندهم شنو فينوس هايبرتنشن، فينوس هايبرتنشن ليش؟ لانه يتجمع، فممكن نقيس لهم نقيس لهم بالسنترال فينوس بريشر حتى نتاكد. سنترال فينوس بريشر، بولمينار كابيلاري ويدج بريشر نفس الشيء، هم طرق لقياس الضغط اديتيف زين. هسه اكو سبيشال اذا سبتيك شوك مثلا، افكر بالكلتشر باس يورين وبلاد كلتشر، افكر بالكلتشر الباس واليورين والبلاد كلتشر بالسبتيك شوك حتى اتاكد يا بكتيريا، حتى اعطي انتي بايوتيك، الترا ساوند وسي تي سكان واكس راي حتى احدد مثلا وين السبتك فوكس، مكان المنطقه اللي طلعت منها البكتيريا وين، الترا ساوند واكس راي، وهم اذا اكو هيمرج احدد مكانه بالالترا ساوند والاكس راي والهاي. البارشل بريشر اوف اوكسجين والسي او 2، الكترولايت اكيد يعني شوف، مو احنا قلنا تصير هايبونيتريميا هايبو كالسيميا وهايبركاليميا، فتشوف الالكترولايت لازم تحافظ عليها. سي بي سي بلاد كاونت، pH قلنا تصير عندهم acidosis، lactate اللي هي lactic acidosis هذا prognostic factor، يعني إذا lactic acid بعده مو كلش good prognosis، إذا كلش severe bad prognosis. هاي investigation حفظ ما أتوقع بيها شيء. treatment of shock، أنت من تريد تعالج shock أول شيء treating of the cause، مثلا إذا hemorrhage تعالج hemorrhage، إذا pus تعالج pus، تسوي له درينج، بعدين شنو تعوضه بفلويد. هاي تقريبا كل الجراحة هي معتمدة على هذني، فلويد مونيتورينج لليورين اوتبوت، مونيتورينج لل بلاد بريشر، مونيتورينج للاكسجين، فنتيليتر سبورت، انتي بايوتيك اذا كان سبتسيميا، و بلاد ترانسفيوجن. ذني يعني تقريبا هنا راح نشوف هسه
تريتمنت، ارست الهيموريج درين للبوست، تطي فلويد، تبدي الفلويد، بس تبدي بالبدايه الكترولايت اللي هي بلازما، نورمال سالاين اكيد، ورينجر لاكتيت اللي هنا شنو ذول البلازما نورمال سالاين ورينجر لاكتيت، هاي الكترولايت تعطيني فلويد ويا الكترولايت. بس بعدين ايش نطي؟ لازم نطي بروتين، يعني نبدي بكريستالويد يسموه كريستالويد فلويد اللي هي ماينرالز وهاي، وبعدين نبدي بكولويد اللي هي ذن البلازما اكسباندر يسموهم الكولويد اللي بيه بروتين. البروتين تضيفه على مود شنو؟ على مود توخر الإدمة. من تضيف بروتين يرجع الفلويد وين؟ يدخل للفيزل. بلازما اكسباندر ماكسيمال لتر كان بي جيفن ان 24 اور، كل 24 ساعه نطي لتر. قلنا اول شيء نبدي بالكريستالويد اللي هي البلازما نورمال سالاين ورينجر أو رينجر، بعدين نطي كولويد، وإذا حالة كل السيفير بليدينج نطي بلاد ترانسفيوجن من يكون الهيموغلوبين أقل من 9 ongoing bleeding أفكر أنطي بلاد ترانسفيوجن. الهايبوتونيك الدكستروز ما تفيدني ذولا، ما should be avoided. الهايبوتونيك أنا أريد في الشي هايبرتونيك على مودي حافظني على كمية الفلويد، أتجنب الهايبوتونيك. زين إذن هسه treatment of the cause fluid، ننطي دوبامين دوبيوتامين أدرينالين، هاي شنو؟ آينوتروبيك، يعني ذولا للهارت خاصة بحالات الكارديوجينيك شوك مو، والسبتيك شوك والديستريبيوتيف شوك أيضا ممكن. زين ننطيهم يتزود الكونتراكتاليتي مع الهارت. الدوبامين هم يعني يزود الدوبامين دوز ديبندد بالفارما أخذناه، يشتغل على الدي 1 ريسبتر يزود البيرفيوجن للكيدني، بعدين يشتغل على البيتا 1 يزود الكونتراكتاليتي، بعدين على الفا 1 يزود فازوكونستركشن. دوبيوتامين ادرينالين ليش؟ حتى ترجع الاوتبوت. عدى اسيد بيس بالانس تسوي له كوركشن، يعني عدى اسيدوسز تعالجها. زين تعطي الستيرويد، قلنا الستيرويد هو لايف سيفنج، هم انتي انفلاماتوري وهم يعني حكينا يزود السنسيتيفيتي اوف كاتيكول امين. زين 5000 الى 1000 من الغرام اوف هيدروكورتيزون كان بي جيفن هذا الستيرويد، تحفز البيرفيوجن، تقلل الليكيج، انتي انفلاماتوري. زين يحفز هواي اشياء. اذا سبسز نعطي انتي بايوتيك. اليورين اوتبوت لازم تسوي له كاثيتر وتسوي له مونيتورنج، لازم 30 الى 50 مل لتر كل اور، هاي اليورين اوتبوت لازم هيجي او 0.5 مل لكل كيلو لكل اور. نيزل اوكسجين طبعا فنتليتر، يعني اوكسجين نعطي، هو بحالة بين بحالة ستريس نعطي مورفين مهدئ باراسوتول ذني الانالجيسك، لان بين هو فنهدئ شوية. انتيوب نركب لتيوب وفنتليتر على مود الاكسجين. اذا وصل لمرحلة رينال امبيرمنت لازم نعطيه هيمو دياليسيز اسوي له، يصير عندهم ألسر ستريس ألسر خاصة بالجي اي تي، مو يصير احنا قلنا الجي اي تي لس امبورتنت اورغان، فيصير فازو كونستركشن، فممكن يصير بيها اسكيميا ونكروسز والسر، فحتى نمنعه ايش نعطيهم؟ نعطيهم امبرازول او رانتيدين، ذولا يقللون الاسيديتي مال الاستومك فحتى شوي يقلل من الالسر. نعطيهم بروتين سي، بروتين سي هذا هم يعني انتي ثرومبك، يمنع الثرومبوسز حتى ما تصير ديسامينيتد انترا فاسكولار كواغوليشن عندهم، وانتي انفلاماتوري هم يعني. وماست الميلتري انتي شوك تراوزر يلبسوهم بنطرون خاص بالشوك، هذا يضغط على اللور اكستريميتيز على اللور لمب حتى شن يسوي شنتينج بالبلد، يضغط على الفيزل حتى هو كأنه يسوي فازو كونستركشن من عنده، لان احنا نحتاج فازو كونستركشن حتى نرجع الضغط، فهذا البنطرون هو اللي يسوي هيك اكسترنال ابريشن اوف 40 مليمتر اراوند ذا لور لمب ان ابدومين انفليتد وذ ريكوايرد بريشر، يسوي ريديستريبيوشن للبلد toward the center، يرجع لك البلد toward the heart. وإذا هو diabetic يسوي له control blood sugar للكيتوسز أو الكيتو أسيدوسز. إذا نشوف إنه هي مختصرات وأشياء بسيطة، تعالج الكوز، تطي فلويد، تسوي monitoring للurine output، عنده pain تعالج البين تطي مورفين، تحسن الكونتراكتلتي مال هارت تطي دوبامين دوبيوتامين وأدرينالين، تطي ستيرويد life saving انتي انفلاماتوري، تطي بروتين سي انتي انفلاماتوري، بعد ايش تطي؟ انتي بايوتيك بالسبتيك شوك،
زين بلد ترانسفيوجن وفلويد هيموداياليسز اذا احتاجيت هذا البنطرون الميلتري انتي شوك تراوزر و كنترول للدايبيتيك اوكسجين فنتليتر سبورت انتوبيشن اسيد بيس بالانس كوركشن هن ذني الاشياء اللي حكيناها اللي هنا ونتوقف تعبت شوي.